معنا من الصغر حتى العشيه راه كاين عطا الله ما يدار، كاين الميناج، كاين الكوزينه، كاين الحمام، يعني دائما كاين حوايج اللي كيداروا. الجمعيه ديال التسيير ديالنا راه ديال جمعيه المجتمع المدني، يعني كاين منح ديال السلطه وديال التعاون الوطني، ولكن ما كتكفيناش حتى في الخلاص ديال الخدامه، يعني الخلاص الخدامه اللي ما كتكفيناش في طول العام، ولكن الحمد لله يعني رغم هاد الاكراهات كيف ما كتشوفوا الناس راه لاباس عليهم راه بخير. الشيء اللي كندوزو معاهم هنا راه ما كندوزوش مع ولادنا. هنا راه ما كنشجعوش نجيبو العائلات ديالهم، ولكن للاسف كاين حالات اللي عندهم العائله. انا والله اللي جاب ليا با ولا خالو ولا مو ولا العائله ديالو ما نشدوش، ولكن كيدخلوا عن طريق السلطه ولا عن طريق قسم الله واخا نكون كنعرفو كنشدو كنقيو كنقادو وكنعيطو للعائلات ديالهم، ولكن المشكل فاش كنطيحو كنلقاو العائلات ديالهم هما بنصهم فاق المدقع. كان عنده شي براكة ولا شي حاجة يعني ضعيف. كنردو عليه كيسوى شهر شهرين كيرجع، كنقولو أخف الضررين، كناخدوه هو كنخلوه السيدي براسو. والحمد لله كما قلت لكم راه الحمد لله الأمور غادية مزيان رغم كل هاد الإكراهات. والله يجازيكم بخير والله يعشر خطواتكم، وشكرا بزاف على الحضور، شكرا سيدي. تبرعات واخا غير مساكن تكره الحاجه اللي يدرسن
في غفور تزار في نصر المالي فياتيني تبنات لي الزار ايسام منتج ديك انت معيتي الزار صرشنا تاتي بغاري نادي تقدم تقدم حركونا الدم ديالنا وحركونا كل شيء ونحن كنطلبوا من الله سبحانه وتعالى تبقاو يجيو يزورونا لا هما ولا جمعيات اخرى وطرحنا الغربه هنايا وكاينين عندنا خوتنا وعندنا كما كنقول ديما الله يخليهم ركيزه وكلمه عزيزه وركيزه ولا عندنا كنحشتونا فرحانين بهم مزيان مزيان مزيان. وباش حسيتوا في هذا النهار؟ راه اليوم راه حسينا بواحد الفرحة لا إله إلا محمد رسول الله، واحد الفرحة كي داير من حيت دخلتو حسيتو بالجو بحالنا معكم ولادكم وعائلتكم بحالنا معنا ولادنا ولاد خواتاتنا ولاد خوتنا ولاد كل شيء. السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات سباقا ما ترى في خلق الرحمن تفاوت فارجعي بصرها ترى من فطور
ثم ارجعي مسرقتني قلبي إليك بصر خشيا وهو حسين. ولقد زينب السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واهتدنا لهم عذاب السعير. والذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميل منها الغيظ. كلما ألقوا فيها فوج سألتهم حزنتها ألم يأتيكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءك النذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إنا أنتم إلى في ضلال كبير. فقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبه فسفحا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بغيب لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. أشكركم بأني زرتونا في هذه المحل نلتقفوا. أشكركم بكل قلبي والصحة والعافية. لحفظكم بكل قلبي والخير ومنسلكم كل خير درتوا لنا في النهار. ما نساكم كل خير لديتوا لنا أنا أخوات ورجال ونساء. أشكركم بكل قلبي. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح إلى كل قلق إلى صدقنا بحق وهادي إلى سلام مستقيم على آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على الصالحين والحمد لله رب العالمين. أشكركم بكل قلبي وفرحانا بأني جئت زرتنا في هذه المحل. السلام عليكم ورحمة الله.